सुनने के लिए सब्सक्राइब करें राहे हिदायत बयान। فرد لا مثيل له، صمد لا ضد له، منفرد لا ند له، وهو واحد قديم لا اول له، ازلي لا بدايه له، مستمر الوجود لا اخر له، ابدي لا نهايه له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، خالق لا مزيد له، رازق لا معين له، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء الجمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مقرب بربوبيته، شاهد بوحدانيته، منقاد إليه بمحبته، مذعن له بطاعته، معترف بنعمته، فارغ إليه من ذنبه وخطيئته، مؤمن لعفوه ورحمته، طامع في مغفرته، لا يبتغي سواه ربا، لا يبتغي سواه ربا، ولا يتخذ من دونه وليا ولا وكيلا، لا يروم عن عبوديته انتقالا ولا تحويلا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، ارسله الله للايمان مناديا، والى الجنه داعيا، والى صراط المستقيم هاديا، وفي مرضاته ومحاسنه ساعيا، وبكل معروف امرا، وعن كل منكر ناهيا، فصلى الله وملائكته وانبياءه ورسله وجميع عباده المؤمنين عليه صلاة لا تروم عنه انتقالا ولا تحويلا، وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كانت أحب إلى النبي عليه السلام وإلى الصحابة رضي الله عنهم من كل شيء، وكانوا يحبون الدعوة ويشغفون بها، وكانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله، وكانوا يسعون في ذلك فيجاهدون في سبيل الله وينفرون للدعوة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومكره ومنشدا، وكانوا يتهيئون لذلك في زمن العسر واليسر والشتاء والصيف، ويتحملون الشدائد والأذى والجوع والعطش إظهارا للدين المتين، وهانت عليهم نفوسهم بالله لإعلاء كلمة الله، وكانت الصحابة رضي الله عنهم تركوا أوطانهم العزيزة مع أن فراق الوطن شديد على النفوس، بحيث أنهم لم يرجعوا إلى أوطانهم إلى الموت. يا أيها الناس، علينا بأن نهتم بأعمال النبوة والدعوة، ونعمر مساجدنا بالأعمال النبوية وأعمال الصحابة رضي الله عنهم، وبالحلقات الإيمانية والعلمية. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله،
ضعف أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال ليأتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها ولا يعمرونها إلا قليلا. رواه مصنف ابن أبي شيبة. وعن أنس رضي الله عنه: إنما الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن. رواه أبو يعلى في مسنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال: كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل، وإنما بعثت معلما. قال ثم www.jamilmarkazlibrarian.com. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم. رواه أحمد. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. رواه البخاري. ويا أيها الناس، علينا بالخروج والنفر في سبيل الله والمجاهدة بالأموال والأنفس في القريب والبعيد. قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. وعن سهيل رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله. قال سهيل: وأنا مرابط حتى أموت ولا أرجع إلى مكة أبدا. فبقي مرابطا بالشام إلى أن مات بها في طاعون عموات. رواه الحاكم. وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وزاد في غيره: وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن ماجة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد. www.jamilmarkazlibrarian.com. ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على